جزين شال حركات. يلا يعطيك العافية. الشغل العادل المرتب. الله يعطيك العافية يا عمي محمد. الله يعطيك العافية. بس انتبه لا يطيح شعر من اللحم. الله يعطيك العافية. كذا ضحكة. الله يعطيك العافية يا عمي أبو علي. الله يعطيك العافية يا عمي أبو علي. ما شاء الله تبارك الله. عمل 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 عمل. الله على الريحة. الله يا حبيبي يا أبو يوسف عبد الله العنزي. بيض الله وجهك. والله يكثر خيرك. هديتك واصلة إن شاء الله. ردها لك في الأفراح إن شاء الله. عرفت اخوينا ابو يوسف؟ بيض الله وجهه. والله ابو يوسف ما قصر. والله يكثر خيرك على الخروفين اللي جبتهم. بيض الله وجهك. الله يحييك. وترى بعض الناس قالوا ان الخروفان هم شارينها لي هديه مناسبه التوثيق. الشيخ والشيخ والشيخ. اي والله ابو معاذ يا مرحبا مساء. والله اني انا انصدمت. شو السالفه خروفين مره واحده؟ قلت يمكن الجماعه من زود الفرحه بالنجمه قالوا نجملها معاك يا مرتضى. طلع ابو سلم هو اللي جايب الخرفان. زين لا تفضحنا. قولي لا تكشف التغطيه. انا مكلم ابو سلم. انا قلت لك انه يسمونه صار قال جمعك. ايه انا قلت لك اخذ حسابهم.